طيب هنا في القليوبيه جايب آه x over 5 equal y over 4 equal x plus 2y over k لو خدت بالك من البروبوشن ال ال او السنتنس بتاع البروبوشن هو هنا بيديل مع اخر بروبرتي خالص موجوده في البروبوشن اللي هي الريشيو ايكوال ذا سم اوف ذا انتسيدنس اوفر ذا سم اوف ذا consequence ممكن احنا نعمل ادنج للانتسيدنس والكونسيكونس او سبتراكت او اعمل ملتي بلاي للريشو قبل ما اعمل اديشن دي كانت بروبرتي مهمه جدا موجوده في البروبوشن لو خدت بالك هو عمل ايه في النيومريتر عشان نمشي نمشي على نفس الخطه تحت في الدينومينيتور هو هنا عامل ادينج للنيومريترز بس بيفور ادينج هو عمل ملتي بلاي للريشو الثانيه سو وي جن ملتي بلاي ذا سكند ريشيو فيرستلي باي 2 2 واي اوفر 2 تايمز 4 So after multiplying the second ratio، هو عمل بالظبط adding لل antecedents. So x plus 2y up، يبقى زي اللي هو مشي فيه up، أنا همشي زيه بالظبط down. So I gonna add the consequence. So 5 plus 2 times 4 يبقى هي k. يبقى 5 will be equal، uh, adding آسفة، plus 2 times 4 will be equal k. يبقى الكي عندي كده عباره عن 5 بلس 8 which is 13 يبقى شوفي البلين اللي هو مشي عليها في النيومريتور او وات ايفر الدينومينيتور اللي هو مديهولك او الجيفن يعني شوفي البلين اللي هو مشي بيه نفس البلين دي انت هتمشي بيها في الدينومينيتور او في النيومريتور حسب السؤال يبقى 13 is the value of k في الاليوبية ما جابش بقى من البروبرتيز بتاعه الادينج كونسيكونس وانتسيدنس لا هو جابلك 2x plus 3 over y plus 2 equal 3 over 2 طب طلب مني ايه؟ طلب مني first ratio x over y بكام؟ okay. وبعد كده هنجيب value بتاع x plus 2y over 3y. دي سهله ان شاء الله. خلينا الاول نجيب x over y. ايزي ايزي واي المفروض ان انا اعمل product of means equal product of extremes لمين لل فالجيفن عندي هو عباره عن 2x plus 3 times 2 اللي هي ده الاكستريمز product of extremes equal 3 times y plus 2 which is the means. يبقى باي multiply the means and the extremes and simplify it هيبقى 4 x plus 6 will be equal 3 y plus 6 طيب plus 6 plus 6 في right hand side وفي left hand side can I cancel it أو سهل جدا إن إحنا نعملها cancellation هيبقى ال 6 راحت مع ال 6 أو لو تقدر تعمل moving من ال 6 في ال right hand side توديها ال left أو توديها للرايت -right. فكده كده هي هتعمل moving ب different sign وهيبقى 6 minus 6 برضو هيدينا 0 يبقى إحنا ممكن نعمل cancellation من البداية من ال right hand side وال left hand side. كده uh, 3y will be equal 4x طيب هو عايز x over y ولا y over x؟ Let's check. الريكويرمنت requirement بتاعك هنا x over y طيب لو الريكويرمنت requirement x over y so we will move from the right to the left ولا العكس؟ هن فعلا من ال right لل left. x over y زي ما قلنا وبكررها تاني لما نعمل موفينج من الليفت تو ذا رايت او العكس ما ارجعش بايدي فاضيه سو اكس اوفر واي ويل بي ايكوال 3 اوفر 4 اكسلنت يبقى كده الريشيو بتوين اكس اند واي ويل بي ايكوال 3 اوفر 4 لو طالب العكس واي اوفر اكس سهل تجيب الريسبريكال بتاع الرقم هو 4 اوفر 3 طيب بعد كده طالب مني نيوميريكال فاليو طب ما انا عارفه ان الاكس ايكوال 3 ام والواي ايكوال 4 ام تك إحنا نعوض ب3M أو 3K أو whatever اللتر أنت هتختاره ما اقدرش أعوض بالX 3 والY 4 قلنا mathematically هي wrong طيب يبقى instead of X في الـ requirement عشان أجيب الـ numerical value بتاع الـ X plus 2Y over 3Y هنعمل substitute instead of X هيبقي 3 3M instead of Y 4M 2 تايمز 4 8 يبقى finally في الـ numerator هو 3M plus 8M which is uh, 11M اوكي داون 3 تايمز 4 12 ام وزي ما قلت لك الام كده كده هتعمل كانسليشن هي مش مشكله بس ما اقدرش برده من البدايه ان انا اعمل سبستيوت الاكس 3 والواي ايه والواي 4 تمام هنشيل الام على الام هنعمل كانسليشن وفاينلي هتبقى الفاليو بتاعتنا 11 over 12 تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدا الان